انا ارسلت 2 مفتشين مصريين، احدهما مفتش نقل والاخر مفتش صلاحية، وتم الدخول على الطائرة وتفتيشها. الطائرة كانت عبارة عن طائرة بيسوقت عليها، الطائرة طبعا طرازها قديم جدا بيسوقت دي سي 3 من ايام يعني اللي هي بيبقى ليها طائرة صغيرة 32 راكب، وكان فتشناها من جوه كلها ما كانش فيها اي حاجة تانية، عشان برضو بعض الناس كانت اشاعت ان فيها ناس او فيها كومبانز وكده.